الإلحاح والتوسل بالإمام عليه السلام. قضايا كثيرة عندنا في مجتمعاتنا نرى بعض أصحابها يصلون إلى درجة من اليأس أنه لا يوجد هناك حل. لا، هناك حل، الإلحاح والتوسل بالإمام عليه السلام. الإمام صلوات الله وسلامه عليه بنظرة واحدة يستطيع أن يغير مجريات الأمور كلها. ومسألة الإلحاح والتوسل، هناك آية لطيفة جدا تفيدنا في المقام، يقول تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم. إذا أنت ما تذكر الإمام في اليوم أبدا، كيف تريد من الإمام أن يذكرك؟ إن التوسل بالإمام له شروط. إذا جئت بالمقدمات الثلاث، التفت إلى ضعفك وخليت عن الذنوب، وتوجهت إلى الإمام صلوات الله عليه، وأوجدت فيك القابلية لاستقبال الفيض، جرب توسل بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. والإمام أجل وأسمى من أن يرد مريديه وطالبيه. لماذا لا تلجأ إلى بقية الله الأعظم؟ ليش ما تلجأ لإمام الزمان؟